من المدينة. السلام عليكم وإلى العناوين. فنزويلا no se rinde. خلال تظاهرة حاشدة داعمة لها، مادورو يؤكد استعداده لانتخابات تشريعية مبكرة ويصف غويدو بدمية بيد الأمريكيين. عدوان للتحالف بقيادة واشنطن على مربض لمدفعية الجيش السوري في البوكمال. مفاوضات بين الأطراف اليمنيين برعاية أممية على متن سفينة في البحر الأحمر لبحث تنفيذ اتفاق الحديدة. تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى توسيع التظاهرات في مختلف مناطق البلاد للمطالبة بتغيير الحكم. وفي النشرة أيضا، تحذيرات من فيضانات وانزلاقات مع ارتفاع سريع بدرجات الحرارة بعد العاصفة القطبية في أمريكا. أهلا بكم. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موافقته على دعوة الجمعية التأسيسية إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال هذا العام. وقال متحدثا أمام حشد من أنصاره في كاراكاس أن الديمقراطية تقتضي أن يقرر الناس من هم نوابهم عبر الانتخابات. كذلك وصف زعيم المعارضة خوان غوايدو بأنه دمية بيد الأمريكيين في محاولة الانقلاب. الجمعية التأسيسية تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الحالي، وأنا أوافق على الأمر. يجب إعطاء الشرعية للسلطة التشريعية، ولنذهب باتجاه انتخابات حرة، وليختار الشعب نوابه جدد. ألا توافقون؟ أنا أوافق وأدعم هذا القرار. وكان مئات الآلاف من مؤيدي مادورو قد احتشدوا في تظاهرة بكاراكاس، التظاهرة التي نظمت في جادة بوليفار في الذكرى 20 للثورة البوليفارية، تأتي تزامنا مع ذكرى تنصيب الرئيس الراحل هوغو تشافيز رئيسا للبلاد. وقد شدد المشاركون على دعمهم لمادورو وللحكومة الحالية. نحن شباب منظم، ندرس ونعمل ونناضل ونتدرب ونعرف كيف سنحمي وطننا، رافعين رايات تشافيز ومادورو، ولن ندع ما دام في صفوفنا أحياء أي بائع للوطن أو خائن أو قوة خارجية أن تستولي على أرضنا وحقوقنا ووطننا، وسنلحق بهم الهزيمة كما هزمتهم فيتنام، وكما هزمتهم سوريا، وكما هزمهم العراق. بالطبع أنا هنا لأدافع عن جميع الإنجازات التي حققناها. نحن بلد حر وسيد ولن نخسر أبدا ما حققناها. إذا حصل تدخل في بلدك فماذا ستفعلين؟ حسنا، لن يقدروا على الدخول لأننا لن نسمح بذلك، ولكن إن حصل ذلك فسوف نقاتل. في المقابل ذلك، انطلقت تظاهرة شرق كاراكاس بدعوة من زعيم المعارضة خوان غوايدو. التظاهر التي سارت باتجاه مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي رفع خلال المحتجون علما كبيرا لإسرائيل، فيما جدد غوايدو دعوته الجيش للانشقاق عن حكومة مادورو. أيها الجنود، لقد حان الوقت لإعلان دعمكم للدستور وللمساعدات الإنسانية وللتغيير من أجل عائلاتكم ووطنكم ومن أجل شرف القوات المسلحة الفنزويلية. لا نطلب منكم احترام الدستور فقط، ولا ندعو كل جندي أو عنصر في قوى الأمن بعدم إطلاق النار على المتظاهرين فقط. نحن نقول لهم إن لديهم دور مثلنا في إعادة إعمار فنزويلا. دعا مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو وعدم الاعتراف بالرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف في تغريدة على تويتر أن على جميع عناصر الجيش العمل على حماية المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الديمقراطية بحسب تعبيره. نظم عدد من الطلاب الأتراك وقفة تضامنية مع فنزويلا حكومة وشعبا أمام السفارة الفنزويلية في أنقرة. المشاركون رفعوا صور الرئيسين هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، وحملوا لافتات تطالب الولايات المتحدة بوقف محاولاتها الانقلابية على كاراكاس، مؤكدين أن فنزويلا تدفع ضريبة تمسكها بثورتها ووقوفها في وجه الأطماع الإمبريالية والدفاع عن مصالح شعبها.
جئنا إلى هنا لنتضامن مع شعب فنزويلا. بلادهم تتعرض لهجمات إمبريالية مكثفة. هذه المحاولات مستمرة منذ 15 عاما، لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة. لقد تعرض الشعب الفنزويلي لحصار شديد بسبب تمسكه بثورته تحت قيادة تشافيز. واجهت فنزويلا تدخلات كثيرة من قبل الإمبرياليين. إنها دولة تدافع عن مصالح شعبها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية إسماعيل إبراهيم. بداية أهلا بك سيد إسماعيل. جديد الأزمة الفنزويلية هي دعوة الرئيس نيكولاس مادورو إلى انتخابات تشريعية مبكرة. هل يمكن أن تلقى هذه الدعوة أي صدى لدى المعارضة؟ أنا لا أميل إلى أن المعارضة بصدد قبول انتخابات مبكرة ولا قبول بالحوار. فتنصيب غوايدو نفسه رئيسا بإعاز ودعم من الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية أمس رفضت الحوار حتى. إذن الأمور سائرة نحو المزيد من التصعيد والضغط على القيادة الشرعية للثورة البوليفارية في فنزويلا. عندما نتحدث سيد إسماعيل عن تصعيد، نتحدث عن تصعيد عسكري أم مزيد من التصعيد السياسي؟ أنا لا أميل إلى أن هناك إمكانية واقعية لتورط الولايات المتحدة في حرب ضد فنزويلا، وذلك لأمور عدة أبرزها حجم المعارضة الدولية لهذا التدخل العسكري المباشر، وثانيا التفاف الشعب، أكثرية الشعب الفنزويلي حول قيادته وتماسك الجيش واستعداده للدفاع عن سيادة فنزويلا. وبالتالي معظم بلدان أمريكا اللاتينية كما بيّن اجتماع منظمة الدول الأمريكية أن الأكثرية هذه الدول غير موافقة على التدخل العسكري. فالتدخل قد يأخذ أشكالا مختلفة، أبرزها الضغط الاقتصادي في المراهنة على تجويع الشعب الفنزويلي وجعله ينتفض على إدارته وقيادته. طيب سيد إسماعيل، يعني كان هناك دعوات متكررة للجيش للوقوف يعني إلى جانب المعارضة وإلى جانب الانقلاب. ما الذي يضمن اليوم عدم حصول أي انشقاقات في الجيش؟ والله عزيزتي، بالجيوش التي تعدادها مئات الآلاف يمكن أن ينشق فرد أو ضابط أو جنرال أو عشرات أو مئات وربما آلاف، ولكن هذا الانشقاق لا يحدد مسار الأمور، وهؤلاء يتحولوا إلى مجرد خونة لمؤسستهم العسكرية ولوطنهم. طيب سؤال أخير ربما سيد إسماعيل، اليوم الولايات المتحدة تتدخل بشكل واضح يعني، والبعض يصفه يعني بالتدخل السافر في شؤون فنزويلا. برأيك يعني هذا التدخل الصريح والمباشر، هل يعني كيف يمكن أن ينعكس على الشارع الفنزويلي المزيد ربما من اللحمة حول القيادة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو، أم ربما الانفكاك عنه؟ يعني من يراقب التظاهرات التي جرت بالأمس سواء من قبل المعارضة أو من قبل السلطة، لا سيما من قبل السلطة، يدرك حجم ومدى يعني التفاف الشعب الفنزويلي حول قيادته. كان هناك بحر من البشر مستعد للدفاع عن فنزويلا. شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل إبراهيم الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. هذه المواقف التي ذكرناها خلال النشرة جاءت بعد رصد تحركات عسكرية أمريكية على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، فيما اتهمت كاراكاس واشنطن بالاستعداد لاستعمارها.
ورقة ديوسداد كابيلو وجملته: مليونا عنصر من الميليشيا الوطنية جاهزون للقتال وشعبنا لم يشمر عن سواعده بعد، أبلغ رد من رئيس الجمعية الوطنية الدستورية على التحركات العسكرية الأمريكية على حدود بلاده. أكثر من حركة تهويل نفذتها واشنطن في تهديد لا يقرأ إلا مباشرا لكاراكاس، جولة لمجموعة من كبار الضباط الأمريكيين على الحدود الكولومبية الفنزويلية، ثم زيارة تفقدية لكريغ فالر قائد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية إلى مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود، بعدها تحشيد رتل من الدبابات والآليات العسكرية الكولومبية إلى تلك المنطقة. الأمر يدرجه مسؤولون فنزويليون في إطار حرب نفسية تدعمها بثقل وسائل التواصل الاجتماعي التي تتواطأ إدارتها مع واشنطن، مثل إلغاء تويتر مئات الحسابات في فنزويلا قال إنها تنشر معلومات مضللة مدعومة من الحكومة في مساندة صريحة لسياسة الإدارة الأمريكية. وليست زيارة السفير الكولومبي في واشنطن فرانسيسكو سانتوس في غير سياق، فهو تفقد الحدود الكولومبية الفنزويلية وذكر بعبارة 5000 جندي إلى كولومبيا على دفتر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي. وتحدث سانتوس منتشيا واعدا سكان كوكوتا بازدهار أوضاعهم الاقتصادية بعدما سماه استعادة الديمقراطية في فنزويلا، لأن عملية إعادة الإعمار ستمر عبرها حسب قوله. محاولة انقلاب على الشرعية اعتبرها الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكاد استعدادا من واشنطن لاستعمار بلاده. وها هو رئيس البرلمان الفنزويلي المنقلب خوان غويدو يوجه رسالة إلى رئيسي المكسيك والأورغواي اللتين تعترفان بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، يعلن فيها أن المفاوضات تعنيه في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء ما سماه اغتصاب السلطة وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة، بعدما كانت المكسيك والأورغواي قد دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 شباط فبراير في مونتي فيديو. قبل مواصلة النشر نتوقف مع هذا الفيديو الذي وصلنا قبل قليل، حيث حصلت الميادين على شريط مصور يظهر عنصرا من الجهاد الإسلامي وهو يقنص جنديا إسرائيليا كان يعتدي على الفلسطينيين. الشريط يظهر القناص وهو يستهدف الجندي أثناء تنفيذ الاعتداء على الفلسطينيين في قطاع غزة. وحول هذا الموضوع معنا من قطاع غزة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب لبريم. بداية أهلا بك سيد مصعب، بالبداية نريد أن نعرف ربما زمان ومكان هذا الفيديو المصور وماذا يعني أن يعني يرد أو ترد الجهاد الإسلامي بقنص جندي ردا على اعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة. بداية نحيي الشعب أثار المنطقة في وجه الإرهاب الصهيوني، فيجب أن نؤكد على مسألة قبل أن نتحدث عن هذا عن هذه الحادثة. أننا في الجهاد الإسلامي وفي المقاومة الإسلامية لدينا من الشجاعة ومن الجرأة أن نقول حينما نستهدف هذا الإرهاب هذا المقتل وحينما نهدد بضربه نكون واثقين من ذلك ونكون أهلا لهذه المهمة الرسالية دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الجهاد الإسلامي لا يؤكد ولا ينفي هذه العملية، ولكن المهم الذي نريد أن نؤكد عليه أن العدو الصهيوني هو الذي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وهؤلاء الجنود وهؤلاء الضباط لا يرمون شعبنا بالورود، إنما يمارسون أفظع أنواع الوحشية والإرهاب في
يستهدفون الأطفال والنساء ويستهدفون المدارس ويستهدفون رياض الأطفال والمساجد. كل شيء يتحرك، كل شيء حي، كل شيء له علاقة بالإنسانية، له علاقة بكرامة الإنسان يستهدف على الأرض المحتلة. لذلك شعبنا الفلسطيني يعني يمارس حقه في مقاومة هذا المحتل إسوة ببقية الشعوب، وليس عيبا أن يمارس الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه. نعم. هذا الإرهاب الذي للأسف يتركنا العالم وحيدين أمام هذا الصلف وأمام هذا الإرهاب وأمام هذه الوحشية. وكأن الفلسطيني قدروا أن يقاتل وأن يقتل عشواته بيده. نفتخر كفلسطينيين وكمقاومين أن نكون رأس حربة هذه الأمة دفاعا عن كرامتها، عن قدسيتها، عن أرضها. نعم. في وجه نعم هذا واضح سيد مصعب، ولكن يعني ماذا عن هذا الفيديو بالتحديد؟ ماذا يمكن أن هذا نقول؟ الفيديو ليس له علاقة بالجهاد الإسلامي. نؤكد أنه ليس له علاقة بالجهاد الإسلامي. هذا الفيديو ليس من طرف الجهاد الإسلامي، لكن الجهاد الإسلامي أيضا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وكل المقاومة سواء كانت من الجهاد الإسلامي أو من غير الجهاد الإسلامي. المقاومة ليست عيبا ومقاومة الاحتلال ليست عيبا. وحينما يقوم الجهاد الإسلامي أو أي فصيل مقاوم لديهم الشجاعة ومن الجرأة أن يقول أنا الذي قمت بذلك. لكن أؤكد ثانيا ما يريد أن يؤكد عليه الجهاد الإسلامي هو أن العدو الصهيوني الذي يمارس الإرهاب وهذا الاحتلال لا يمكن أن يقابل إلا بمقاومة الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع ولن يتخلى عن مقاومته أمام هذا الإرهاب الغير مطلوب. طيب سيد مصعب لنفهم أكثر. لنفهم أكثر والاستيضاح. أفهم منك يعني بأن الجهاد الإسلامي لا يتبنى هذا الفيديو. نعم. هذا العنصر الذي قنص الجندي الإسرائيلي لا ينتمي إلى الجهاد الإسلامي. هذا ما فهمته منك؟ نحن نؤكد أن هذه المادة الإعلامية ليست من طرفنا، لكن نريد أن نؤكد شيء مهم جدا لشعبنا ولأمتنا، ألا نتكئ وألا نستند على الرواية الصهيونية. كان العدو قبل أيام قد نشر عبر كتابه ومفسريه ومحللي السياسيين العسكريين أن الجهاد الإسلامي هو الذي قام بالعملية، وهذا شرف لا ندعيه. لكن العدو يبدو أنه يحاول من خلال هذه الأضاليل وهذه الادعاءات الباطلة أن يرسم خطوات ربما عدوان مسبق أو يبرر بعض الخطوات للاستفراد بفصيل مقاوم على حدة. نعم. الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية وشعبنا منتبه لهذه السيناريوهات الخبيثة. شكرا. والخطيرة. نعم، شكرا لك سيدة مصعب لبريم المتحدثة باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا من قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في حملة مداهمات واقتحامات شنتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تقارير أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل عددا من المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم ومنطقة بيت فجار جنوب المدينة فيما تصدى لها الأهالي. كذلك تواصل قوات الاحتلال سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة، حيث أظهرت مشهد إجبار قوات الاحتلال للفلسطيني مجدي أبو تاية على هدم منزله في بلدة سلوان. أعلن مصدر عسكري سوري أن تحالف بقيادة واشنطن استهدف بضربة جوية مربض مدفعية تابعا للجيش السوري غرب البوكمال شرق سوريا. المصدر أكد أن الغارة أدت إلى تدمير المربض وجرح جنديين سوريين. وحول هذا الموضوع أيضا معنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد صباح الخير، ربما نريد مزيد من التفاصيل حول هذا الاستهداف لقوات التحالف الدولي لهذا المربض السوري، وماذا عن الخسائر أيضا، وهل هناك من ردة فعل؟ صباح الخير. هذا الاستهداف العدوان جرى قبل ساعات منتصف الليلة الماضية لموقع سوري في منطقة السكرية أو قرية السكرية التابعة لمدينة البوكمال. هناك جريحان من الجيش السوري وتدمير المدفع ضمن تلك النقطة العسكرية. في الواقع يعني لفهم الموقع الجغرافي، السكرية تماما على نهر الفرات، تقابلها من الجهة الأخرى مزارع السفافنة والمراشدة. هذه آخر نقاط
يتواجد فيها تنظيم داعش الإرهابي، وبمساحة على ما يبدو باتت تقل عن 3 كيلومترات مربعة. واللافت أيضا أن داعش هاجمت، يعني تزامنا أو ربما بعد ذلك بقليل، هاجمت أو حاولت إحداث خرق على جبهات الجيش السوري في تلك المنطقة. المصادر العسكرية تتحدث، المصادر الميدانية، عن صد هذا الهجوم وإيقاع قتلى في صفوف مقاتلي أو مسلحي داعش، هذا التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة. طبعا يعني ليس هو الاعتداء يعني بالجديد لقوات التحالف على وحدات الجيش السوري، يعني تكررت بشكل كثيف. حتى هناك تقارير للتحالف بالأمس أو أول أمس تحدثت حتى عن قتل غير مقصود للمدنيين، عن حوالي 1190 مدنيا يعني استشهدوا نتيجة غارات التحالف الدولي التي يعني تعلن كغطاء عريض أنها تقاتل تنظيم داعش في منطقة شرق الفرات. وهل هناك من رد فعل رسمي على هذا الاستهداف محمد، أم لا يزال ربما الوقت مبكرا؟ في الواقع الرد الفعل هو استمرار الجيش السوري في تلك المنطقة جاهزية عالية، على اعتبار أن يعني هذه الساعات أو هذه الأيام القليلة هي حاسمة باتجاه إنهاء ملف هذا التنظيم في تلك المنطقة. ثم أن الإعلان يعني هو جاء عن ناطق رسمي عسكري سوري الذي تحدث بهذا الاعتداء وهذه الحصيلة من الخسائر، ثم يعني ربط كل هذه الاعتداءات بمحاولة إحداث خروق ودعم هذا التنظيم الإرهابي للفرار يعني التسرب باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، سواء في البوكمال أو كل المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات. شكرا جزيلا لك محمد الخضر على كل هذه المعلومات، مراسل الميادين في دمشق، شكرا لك. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك الأردني عبد الله الثاني على ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وتركيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، أكد خلال اجتماعهما في إسطنبول ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية بناء على حل الدولتين، كما شدد في سياق موازن على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. يستأنف الأطراف اليمنيون اليوم محادثاتهم بشأن الخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في كانون الأول ديسمبر الماضي في السويد. بيان الأمم المتحدة أكد أن المباحثات التي يرعاها رئيس بعثة المراقبين الأمميين ستعقد على متن سفينة في البحر الأحمر بعد تعذر الاتفاق على منطقة محايدة، وستتطرق إلى خطوات تطبيق اتفاق الحديدة وتسهيل العمليات الإنسانية فيها. وينضم إلينا من صنعاء مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد صباح الخير، معطيات أكثر حول لقاءات اليوم. صباح الخير، طبعا هذا اللقاء هو الثالث ويأتي بعد شهر من اللقاء الثاني الذي عقد في 3 يناير الشهر الفائت، وسيكون اللقاء الأخير أيضا لرئيس فريق الخبراء الأمميين باتريك كامير مع فريقي الحكومة اليمنية في صنعاء وحكومة هادي من الرياض. طبعا اللقاء سيعقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر، وذلك بسبب رفض الطرفين الانتقال إلى مكان كل طرف، بمعنى أن طرف هادي رفض المجيء إلى مناطق سيطرة أنصار الله في مدينة الحديدة، وقد جاء خلال اللقاءين الماضيين، وأيضا في المقابل رفض وفد صنعاء الانتقال إلى مناطق سيطرة قوات التحالف أو فريق هادي، وكان يضغط فريق هادي بهذا الاتجاه. طبعا اللقاء سيبحث آلية إعادة الانتشار، وهي الآلية التي لم يتم الاتفاق عليها خلال اللقاءين الماضيين، وما زالت محل خلاف وجدل كبيرين. كل طرف يتمسك بتفسير الاتفاق وفقا لرؤيته ووفقا لما يريد. اليوم بحسب معلومات خاصة حصلت عليها الميادين، قد يعرض رئيس فريق الخبراء الأمميين خطة أعدها ومع فريقه. هذه الخطة تتضمن آلية واضحة لإعادة انتشار الطرفين في مناطق سيطرتهم، أيضا تتضمن فتح الطرقات وما هي الطرقات التي يمكن أن تفتح خلال آلية أو خلال إعادة الانتشار. اللقاء سيستمر بحسب المعلومات ليومين إلى أن يأتي رئيس فريق الخبراء الدنماركي الجديد، وسيسلم له باتريك مهامه
بحسب المعلومات. على كل من الواضح أن اللقاءات السابقة فشلت، وهذا اللقاء لن يصل إلى جديد، وكل الرهانات الأممية واليمنية تصب باتجاه الرئيس الفريق الخبراء الأمميين الجديد الذي قد يعمل على حلحلة الأمور وتحريك الواقع ما يجري في الحديدة، أو تحريك الاتفاق الذي حتى الآن لا زال متعثرا. الخروقات مستمرة على جميع الجبهات والمناطق، شرق مدينة الحديدة أو في محيط مدينة الحديدة، وأيضا في الجبهات الخلفية للساحل الغربي. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن، مدير مكتب الميادين في صنعاء. دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى انطلاق مسيرة جديدة اليوم من مختلف المناطق للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكدا أن العودة إلى المنازل تعني الموت جبنا. التجمع وفي بيان على مواقع التواصل الاجتماعي دعا المشاركين إلى رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيرا عن وحدة الصف في قضية رحيل النظام. لفت إلى أن مسيرة الأحد في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل، وشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية التحرك. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البابا فرانسيس إلى الإمارات اليوم في أول زيارة إلى منطقة الخليج. جديد إلى الجزائر، حيث أجمع أحزاب التحالف الرئاسي على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وأشار قادة التحالف في بيان إلى أن قرار ترشيح بوتفليقة جاء استكمالا لبرنامجه وإنجازاته التي حققها طوال فترة حكمه، كما أن هذا الخيار جاء حرصا على الوقوف ضد من يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها بحسب البيان. قررت الأحزاب الإسلامية في الجزائر المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني دخول المنافسة بمرشحين. تقرير أسامة عبد النور. بعد قطيعة دامت لأكثر من عقدين، حسم إسلاميو الجزائر أمرهم وقرروا دخول المعترك الانتخابي الرئاسي بقوة، ورشحوا رؤساء أحزابهم الإسلامية للمنافسة. حركة البناء الوطني كانت السباقة لإعلان ترشح رئيسها الذي جمع التواقيع في وقت قياسي ويطمح للوصول إلى الرئاسة. ما نحن نتوجه إلى كل الشعب الجزائري، ولسنا لدينا أي شك بأن سوف يكون لنا، إذا كانت انتخابات نزيهة، بأننا سوف نفوز بإذن الله منها، وإلا أقل تقدير سوف نمر إلى الدور الثاني بإذن الله تعالى. الاستحقاق الرئاسي قسم هذه المرة صفوف الإسلاميين، ولم يستطيعوا أن يتفقوا على مرشح إجماع يمثل تيارهم. أقدم مرشح إسلامي لسباق الرئاسة عبد الله جاب الله أدار ظهره للجميع وانتقد الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة. لا يمكن أن يقدم، وإلا إذا قدم فهي خيانة للأمة، خيانة للشعب، خيانة للجيل الحاضر، وفي نفس الوقت ترسيخ لسلوكات وممارسات
تحمل معنى الخيانة والاستخفاف والاحتقار لحتى للأجيال القادمة. حركة مجتمع السلم التي تمثل تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر اختارت رئيسها لمنصب القاضي الأول للبلاد، لكنها نفتت إلى احتمال الانسحاب إذا ترشح بوتفليقة. مسألة تشتت الإسلاميين هي ضربة فاصلة لهم إن وصلوا بهذا الأمر. أعتقد أنه أيضا عليهم أن يتحدوا إذا أرادوا أن يثبتوا وجودهم في الساحة السياسية. تحذيرات حثيثة لاجتياح الإسلاميين المشهد الانتخابي، خطوة تضمن لهم البقاء وسط ظروف دولية ضدهم. دخول الإسلاميين المعترك الانتخابية مشتتين يضعف قدرتهم للوصول إلى مواقع الحكم بحسب مراقبين. عقدة الزعامة والحساسيات الأيديولوجية داخليا وأقليميا تقلل من فرص الفوز، لكنهم متمسكون بقرار المشاركة وعدم المقاطعة. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاد مستعدة لاستئناف الحوار مع روسيا بشأن انتشار السلاح بعد قرارها تعليق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. وأضاف في بيان أن الولايات المتحدة ستضبط انتشار الأسلحة بما يراعي أمنها وأمن الحلفاء والشركاء بشكل حقيقي وقابل للتنفيذ بمن فيهم الحلفاء الذين يفون بالتزاماتهم. مواقف بومبيو جاءت بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة الصواريخ ردا على القرار الأمريكي بالانسحاب منها. سنقدم استجابة شبيهة بالمرآة. لقد أعلن الشركاء الأمريكيون أنهم يعلقون مشاركتهم في الصفقة ونحن نعلقها كذلك. لقد أعلنوا أنهم سيشاركون في برامج البحث والتطوير وسنفعل الشيء نفسه، لكني أود أن أوجه انتباهكم إلى حقيقة أننا ينبغي ألا نشارك ولن نشارك في سباق تسلح مكلف. بوتين أكد أن روسيا ستنتظر إلى حين استعداد الولايات المتحدة لإجراء حوار متكافئ وجوهري بشأن مسألة نزع السلاح. أود تأكيد ما يلي: أطلب من وزارتي الخارجية والدفاع النظر في المبادئ التوجيهية التالية. كل اقتراحاتنا في هذا المجال ما زالت مطروحة وأبواب المفاوضات مفتوحة. دعونا ننتظر حتى يكون شركاؤنا على استعداد لحوار متساو ومفيد حول هذه القضية، وهو أمر مهم للغاية لنا ولشركائنا وللعالم ككل. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قامت بكل ما يمكن للحفاظ على معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة. بيان للوزارة أوضح أن موسكو تحتفظ بحق التصرف بالمثل فيما يختص بتطوير الصواريخ المعنية في المعاهدة وإنتاجها بعد تجاهل وإعاقة جميع الجهود لإثبات حسن نيتها للإبقاء على هذه المعاهدة. عرضت بكين بدورها الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. قال الناطق باسم الخارجية الصينية إن بلادها تأسف للقرار الأمريكي لما قد يفضي إلى نتائج سلبية. كما دعا موسكو وواشنطن إلى الحوار البناء منعا لنتائج سلبية قد تفرزها هذه التطورات. إلى إيران التي اعتمدت منذ 40 عاما في سياستها الخارجية على مبادئ أبرزها الحفاظ على السيادة ورفض التبعية التي عانت منها البلاد في زمن الشاه محمد رضا بهلوي. تقرير لملحم ري يسلط الضوء على ركائز السياسة الخارجية الإيرانية. لم يغب هذا الشعار على مدى 40 عاما. الموت لأمريكا وإسرائيل لم يعد مجرد شعار أطلق مع بداية الثورة وإسقاط نظام الشاه المدعوم أمريكيا، بل أصبح سياسة. هي سياسة لا تخفيها إيران في كل تحركاتها الإقليمية والدولية. فإسرائيل كيان محتل غاصب وأمريكا دولة معتدية. وهذه الرؤية دفعت إيران إلى اعتماد سياسة خارجية مناهضة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، دفعت بسببها أثمانا باهظة
لكنها تمسكت بمبادئها كما يرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. ربما من أهم ركائز السياسة الخارجية الإيرانية الحفاظ على السيادة والاستقلال وتأكيد العلاقات الجيدة مع دول العالم والجوار والدول الإسلامية، إضافة إلى الدفاع عن المظلومين والقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس. تعرض إيران رؤيتها الخاصة للمنطقة في 8 نقاط تختصر توجهها السياسي على مدى 40 عاما، عبر تأكيد الحفاظ على وحدة الدول واستقلالها ورفض التدخل الخارجي ودعم التعاون بين دول المنطقة والسعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والابتعاد عن سباق التسلح ودعم التوازن الاستراتيجي ورفض هيمنة قوى إقليمية أو دولية على دول أخرى، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. بعد الثورة وخروج إيران من الفلك الأمريكي، كان من الطبيعي التوجه أكثر نحو تعزيز العلاقات مع دول المنطقة برغم التحريض الأمريكي المستمر، ونسعى لتوطيد العلاقات حتى مع السعودية. حرص الطهران في خطابها السياسي أكثر من مرة على الدعوة إلى تعاون إقليمي أمني وسياسي واقتصادي يضمن استقرار المنطقة ويصونها من التدخلات الخارجية. لم تحد جغرافيا المنطقة السياسة الخارجية الإيرانية التي سعت على مر 4 عقود إلى البحث عن مشتركات بينها وبين دول العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية، والانطلاق منها نحو تعاون أوسع. ملح مريا، طهران، الميادين. من المشي إلى الركض، فالرقص على أنغام موسيقى إيرانية وعربية يمارس الإيرانيون الرياضة الصباحية يوميا، نساء ورجالا متجردين من كل قيود عرفية. بسان طراف. إنها 6:30 فجرا، شمس طهران لم تشرق بعد. ما ترونه خلفي طقوس يومية لهؤلاء الشيبة والشباب. نحن الآن في حديقة نيا فاران شمال طهران، وهي واحدة من مئات الحدائق التي يقصدها الإيرانيون يوميا، ليس لتنشيط أجسادهم فقط بل لتغذية أرواحهم وشحنها بطاقات إيجابية. إذا أردت أن تعرف عن قرب الجوانب الأخرى في أي بلد تزوره، عليك فقط أن تنتقل في شوارعه وحدائقه فجرا قبل شروق الشمس. هذه النصيحة تصح تماما في إيران. آتي إلى هنا لأن الرياضة تضاعف من نشاطي وسعادتي وتساعدني على بدء العمل بشكل ممتاز. المكان حديقة نيا فاران شمال طهران. من 5 فجرا يبدأ الناس رجالا ونساء بالتجمع هنا، يمارسون لساعتين أو أكثر تمارين رياضية تناسب مختلف الأعمار. عادات وتقاليد لا يوقفها برد الشتاء ولا حر الصيف، ولا حرج ممارستها أمام المارة، فهي ثقافة وحياة. عيد الأجر عاشقي در فكر دلدار باش بعد دل الروز والشعب منتظر يار باش. إيران مظهر الحب، إيران بلد المحبة، إيران بلد الفرح والمقاومة. رغم أن هناك بعض المشاكل لكننا نعيش معا وستحل بإذن الله. هو بعض من كثير من الحب يختزنه شعبها العامر بالصبر والصمود والعنفوان. كان للميادين باقة جميلة من محبته، شعب يحب المقاومة والحياة، لم تزحزحه الضغوط والمؤامرات عن عقيدته وتمسكه بمبادئ ثورته الباقية كما هي. بسان طراف، طهران، الميادين. أظهرت مباراة كرة القدم بين الإمارات وقطر خلال كأس آسيا حجم تغلغل الخلاف السياسي بين الشعوب وعدم حصر هذا الخلاف بين الحكومات. تقرير أحمد عبد الله.
مباريات كثيرة جرت في تاريخ كرة القدم حضرت فيها السياسة في الملعب أكثر من قواعد اللعبة نفسها. بطولة كأس آسيا الأخيرة ومواجهة الإمارات وقطر تحديداً مثال حي على ذلك، وشاهد على كيفية تصدير الخلاف السياسي من الحكومات إلى الشعوب. ليس مألوفاً بين بلدين عربيين مهما بلغت درجة الخصومة السياسية بينهما أن يلجأ جمهور أحدهما إلى رمي الأحذية والزجاجات على لاعبي المنتخب المنافس. لم يكتفي المشجعون الإماراتيون بذلك، بل أطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري في بداية المباراة. اختلطت المفاهيم وبات الشقيق المفترض عدواً وتحول العدو إلى شقيق، فالإمارات التي منعت المشجعين القطريين من الحضور لمؤازرة منتخبهم شرعت أبوابها لاستقبال وفد رياضي إسرائيلي للمشاركة في مباريات الجائزة الكبرى للجودو ترأسته وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ماري ريغيف، التي بكت أثناء عزف النشيد الإسرائيلي على الأراضي الإماراتية للمرة الأولى. لم ينجح الوقت في مداوات الندوب التي أحدثها حصار الإمارات والسعودية والبحرين على قطر، بل ساهم في تعميقها. لم تترك دول الحصار منصة إعلامية ولا عملا دراميا أو فنيا إلا واستخدمته للتشهير بقطر والهجوم عليها، وجرى قطع الأرحام وتشريد الأسر وتفكيكها في قصص مأساوية. وعبر القنوات الرسمية الحكومية والرموز السياسية والإعلامية والثقافية لدول الحصار تم تسييس الدين والرياضة والفن والثقافة بأسلوب بعيد عن أخلاقيات القيم المشتركة. اللافت أن ما تعرضت له قطر من ظلم الأشقاء فعلته هي نفسها مع سوريا عندما أرادت تدفيع الشعب السوري ثمن خلافها السياسي مع الرئيس بشار الأسد. الأشقاء يختلفون، هذا بديهي. مسؤولية الحكومات تكمن في حصر الخلافات فيما بينها وعدم تصديرها إلى الشعوب. يبدأ البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم زيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الإمارات. هذه الزيارة تعد سابقة لحبر أعظم إلى منطقة الخليج، ويتوقع أن يترأس خلالها قداسا في مدينة زايد الرياضية بحضور نحو 135 ألف شخص. بدأت الثلوج والجليد بالذوبان في وسط غرب الولايات المتحدة بعد أسبوع من البرد القارس، ما يمثل مخاطر أخرى على المنطقة. الاختصاصيون حذروا من أن الارتفاع السريع في درجات الحرارة قد تكون له انعكاسات سلبية تشمل الفيضانات والانزلاقات على الطرق، ومع ذلك فإن المدارس والمؤسسات التجارية في المناطق الأكثر تأثرا أعادت فتح أبوابها بعد أيام من الإغلاق، وعادت الحركة شبه طبيعية إلى الشوارع. والآن إلى أخبار الرياضة وزميلي محمد الجرادي. صباح الخير محمد. صباح الخير لنا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. استقبال أميري وشعبي لبعثة منتخب قطر المتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها فور وصولها إلى العاصمة الدوحة، حيث كان في استقبالها الأمير ومئات الألاف من المشجعين. وقد التقى الشيخ تميم بن حمد الثاني لاعبين عند وصولهم إلى المطار، كما كان في استقبالهم بعض الأعضاء من العائلة الحاكمة ورئيس شركة الخطوط الجوية القطرية الذي قدم الطائرة للمنتخب أجل العودة من عمان. هذا ورافقت طائرة المنتخب في أجواء الدوحة طائرات حربية من طراز ميراج، واستقبلتهم فرقة موسيقية عسكرية، فيما وزعت على اللاعبين الأكاليل لحظة نزولهم من الطائرة. دفع يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر ثمن استرخاء لاعبيه وفرط بفوز في المتناول بعد تعادله مع ضيفه بارما بثلاثة أهداف ضمن الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي.
وكان يوفنتوس متقدما بثلاثة أهداف لواحد قبل ربع ساعة على النهاية بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو وهدف إيروجاني، قبل أن ينتفض الضيوف عبر النجم الإيفواري جيرفينيو الذي سجل ثنائية كان سبقها أنطونيو باريلا بهدف للفريق الأزرق والأصفر. ونجح نابولي بتقليص الفارق الكبير مع يوفنتوس بعد فوزه الكبير على ضيفه سامدوريا بثلاثية. الفريق الجنوبي احتاج إلى دقيقة واحدة فقط لإنهاء المباراة، حيث افتتح ملك التسجيل في الدقيقة 25 وأضاف إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 26. وسع بروسيا دورتموند الفارق مع بايرن ميونخ إلى 7 نقاط بالرغم من تعادله مع مضيفي أينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله في الأسبوع 20 من الدوري الألماني. أسود فيستفاليا افتتحوا التسجيل مبكرا عبر قائد الفريق ماركو رويس، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر هداف الدوري لوكا يوفيتش الذي رفع رصيده إلى 14 هدفا وتقدم بفارق هدف يتيم عن رويس الذي افتتح أهداف المباريات للمرة 46 في مسيرته ليكون أكثر لاعب يفتتح أهداف المباريات في الدوري الألماني. بايرن ميونخ لم يستفد بدوره من تعادل دورتموند، فتعرض الفريق البافاري لخسارة قاسية أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدف لثلاثة في مباراة غاب عنها الحارس الدولي الألماني مانويل نوير للإصابة. وبرغم إنهائه الشوط الأول متقدما بهدف ليون غوريتسكا، انهار رجال المدرب نيكو كوفاتش في الشوط الثاني وتلقت شباك الحارس البديل سفين أورليتش ثلاثية عبر ليون بيلي وكيفن فولاند ولوكاس ألاريو. وبهذه الخسارة تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث فارق الأهداف عن بروسيا مونشنغلادباخ الوصيف. وصعد مونشنغلادباخ إلى وصافة البوندسليغا بفوزه على مضيفه شالكي بهدفين. أصحاب الأرض تلقوا ضربة قاسية بعد طرد حارس ألكسندر نوبل مطلع الشوط الثاني قبل أن تتلقى شباكهم الهدف الأول عبر كريستروف كرامر. وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع أضاف فلوريان نيوهاوس الهدف الثاني لغلادباخ. أنقذ ليونيل ميسي برشلونة من هزيمة ثالثة هذا الموسم بتسجيله ثنائية حول بها تأخر النادي الكتالوني أمام ضيفه فالنسيا بهدفين إلى تعادل في المرحلة 22 من الدوري الإسباني. يأتي تعادل أمام فالنسيا قبل أيام معدودة على المواجهة المرتقبة ضد الغريم ريال مدريد على ملعب كامب نو يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك في مباراة قد يغيب عنها ميسي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين غاب ليبرون جيمس عن لوس أنجلوس ليكرز، فخسر الفريق المباراة القمة أمام جولدن ستيت واريورز ب115 نقطة ل100 نقطة. وكان ليكرز فاز بأولى المواجهات بين الفريقين هذا الموسم بفضل تألق جيمس، لكن غيابه في هذه المباراة ترك فراغا كبيرا لا سيما على الصعيد الهجومي، حيث حاول براندون إيغرام التعويض بإحرازه 20 نقطة من دون أن يلقى المساندة الهجومية الكافية من باقي اللاعبين. وفي مباراة هجومية فاز ميلواكي باكس على مضيفه واشنطن ويزردز ب131 نقطة ل115، وفرض اليوناني جيانيس إنتاتيكومبو نفسه كالعادة نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف زميله براك لوبيز 21 نقطة و6 متابعات. ومن جانب الفريق الخاسر سجل برادلي بيل 24 نقطة وأضاف جيف جرين 20. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك رنا مجددا. شكرا لك محمد. الختام بتقليد قديم يحييه السكان الأصليون في شمال غرب المكسيك بالتزامن مع بدء دورة زراعية جديدة. الفعاليات تشمل السير لمسافات طويلة عبر مسارات جبلية لنقل ما يسمى الشعلة الجديدة. المسيرة تتخللها محطات في مناطق مختلفة بهدف تقوية أواصر الصداقة بين مكونات المجتمع. إلى العناوين مشتتة. فنزويلا
خلال تظاهرة حاشدة داعمة لها مادورو يؤكد استعداده للانتخابات التشريعية المبكرة ويصف غوايدو بدمية بيد الأمريكيين. عدوان للتحالف بقيادة واشنطن على مربض لمدفعية الجيش السوري في البوكامال. مفاوضات بين الأطراف اليمنيين برعاية أممية على متن سفينة في البحر الأحمر لبحث تنفيذ اتفاق الحديدة. تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى توسيع التظاهرات في مختلف مناطق البلاد للمطالبة بتغيير الحكم. وكان في النشرة أيضا تحذيرات من فيضانات وانزلاقات مع ارتفاع سريع بدرجات الحرارة بعد العاصفة القطبية في أمريكا. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.